نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام. قتل شاب سوري وامرأتان من أصول فلسطينية على يد مسلح أمريكي داخل الحرم الجامعي في مدينة نورث كارولينا. وعلى الرغم من أن الشرطة لم تصدر بيانا رسميا عن سبب الحادث إلى الآن، إلا أن متابعين للحدث يرون أن كل الدلالات تشير إلى أن الجريمة إرهابية وعنصرية بحق الضحايا كونهم مسلمين، وأن صفحة القاتل على الفيسبوك تدل على أنه كاره للمسلمين حيث يلقب نفسه بعدو المؤمنين. مراقبون يعتبرون أن تداعيات الحادث أخذت حيزا ضيقا وتغطية إعلامية كانت محتشمة جدا، بل وصفت هذه التغطية بأنها جريمة تفوق ما حدث خلال الحادث. وخبر ربما مرور الكرام هذا الحادث يطرح الكثير من التساؤلات، لماذا تم إهمال هذا الحادث وبالمقارنة بحوادث أخرى ربما بنفس الدرجة أخذت حيزا إعلاميا كبيرا وتم التفاعل حولها. نتابع مشاهدينا جانبا من ردود فعل حول الجريمة في أو أمام مقر الأمم المتحدة في غزة، ثم نعود للنقاش. متناقضات، وفي الوقت الذي يتعرض فيه الإنسان الفلسطيني لأبشع الجرائم، يحاول البعض النيل من ديننا الحنيف الذي دعا دوما إلى التسامح بين جميع الديانات السماوية. وإننا في الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وباسم الطلبة الفلسطينيين، إذ نعبر عن غضبنا الشديد إزاء هذه الحادثة. لنؤكد على ما يلي: أولا، نستنكر هذا الحدث الإجرامي الذي طال هذه الأرواح الشابة البريئة، الأمر الذي نعتبره الإرهاب بعينه. ثانيا، ندعو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري والعاجل لوقف مسلسل الجرائم الممنهج بحق الإنسان الفلسطيني والمسلم، الأمر الذي من شأنه أن يثير دوافع الكره والحقد بين أتباع الأديان. ثالثا، ندين تجاهل وسائل الإعلام العالمية بشكل عام والأمريكية خاصة بشكل متعمد وغير مبرر في التعامل الإعلامي مع هذه القضية. رابعا، ندعو الاتحادات الطلابية العالمية عموما والإسلامية والعربية على وجه الخصوص بالخروج لتوضيح موقفها من هذا الحدث وعدم الاكتفاء بالصمت المبارك لجريمة القتل. خامسا، نطالب مؤسسات المجتمع المدني والسفارات والجاليات الفلسطينية في كافة الدول بتوفير الحماية للطلبة الفلسطينيين في الخارج. سادسا، نعتبر ما جرى عملا عنصريا وندعو الإدارة الأمريكية إلى ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وكذلك مرتكبي مثل هذه الجرائم الإرهابية والعمل على منع التصعيد العنصري ضد المسلمين. إذن مشاهدينا، للتعليق حول هذه الجريمة التي كانت في أمريكا ينضم إلينا عبر خدمة سكاب الدكتور أنور هدام، رئيس حركة الحرية والعدالة الاجتماعية من أمريكا. أهلا وسهلا بك دكتور أنور هدام، وبداية كيف ربما ترصد لنا ردود الفعل الأولية حول هذه الجريمة؟ أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم والسلام على المشاهدين الكرام، وشكرا على هذه الضيافة. قبل الإجابة على سؤالكم، ربما طرح القضية مهم جدا، ربما ينبغي أننا ننتبه بأن هؤلاء الضحايا رحمة الله عليهم هم أمريكان، وهذا الذي ينبغي أن يكون عندنا. فهم أمريكان من أصل، واحد منهم أصل سوري واثنين الأخوات رحمة الله عليهم جميعا من أصل فلسطيني، وقد تم قتلهم من قبل أمريكي من أصل أوروبي. وهذا الأمر هذا له دلالة عندما نريد التأكيد على هذا الأمر، لأن في حقيقة الأمر الذي يحدث الآن هو بعد ما أن المسلمين في أمريكا بدأوا يأخذوا مكانهم داخل المجتمع الأمريكي، وهذا بدأ ينزعج البعض،
يعني يزعج البعض كون أن لم يتقبلوا بعد هذا التنوع داخل المجتمع الأمريكي الذي بدأ يضم المسلمين كذلك، أو الأمريكان من أصل مسلمين وعرب. إذن هذا مهم جدا حتى في طرحنا للقضية، وكذلك ينبغي أن فالأمر الشاهد هو أن بحقيقة الأمر بدأت القضية تأخذ مكانها اللائق بها داخل وسائل الإعلام، ولأن فجاعة هذا الأمر هذا لا يمكن أنه يستساغ، فهو يعتبر قتل بسبق الإصرار والترصد. نعم، لكن هو لم يصدر بيان رسمي لحد الآن من الشرطة الأمريكية، ولكن الظاهر حسب النشطاء بأن صفحة هذا القاتل على الفيسبوك تدل بأنه كاره للمسلمين، ينتقدهم، ربما يسبهم عبر هذه الصفحة. ألم يكن هذا ربما دليلا كافيا بالنسبة لكي يلبس القضية لباسا عادة ما يلبس بها المسلمون؟ نعم، هو بالتأكيد، ولا شك هذا عندنا، بأن الأمر يتعلق بالكراهية. نعم، ضد المسلمين، إسلاموفوبيا، وهو ضحية هذا المجرم القاتل اللي هو الذي يقدم نفسه على أساس هو ملحد ضد الديانات كلها، ونظرا لأن الإسلام ديفوست يعني اللي هي الديانة الأولى الآن أصبحت في بالنسبة نسبيا في الانتشار داخل المجتمع الأمريكي، فهذا يزعج طبيعة الحال هذو الذي عندهم الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وهو ضحية لذلك الخطاب، وهذا هو الأمر الأساسي الذي ينبغي محاربته من خلال القانون، الخطاب الكراهية ضد المسلمين والذي من ورائه بالصراحة، وأنا كإنسان غير أمريكي يحق لي أنني أتكلم وأقول بأن هنالك الكيان الصهيوني والمجموعات الضغط الصهيونية هي التي تغذي هذا الخطاب الكراهية ضد المسلمين في أمريكا وفي الغرب عموما. إذن علينا أن نفهم أين هي المشكلة، وبطبيعة الحال لا يمكن أن هذا الشخص هذا يفلت من العدالة، هذا ما في شك في ذلك، هو سلم نفسه للعدالة، والعدالة ستأخذ مجراها كما تأخذ مجراها في الكثير من القضايا. لكن السؤال، ربما اشتعل بالأمس التويتر بتعليقات كثيرة ربما تدين طريقة التعامل الإعلامي والسياسي أيضا مع هذه الحادثة، لم يتعامل معها كما تعامل مع أحداث مشابهة من قبل مثل حادثة شارلي إبدو. نعم، لا، وهذا الذي أقوله، لأن فجاعة الأمر فاجأت الجميع وليس لهم أي مبرر في الوقت الذي كان يراد بأن يوضع المسلمون في خانة الإرهاب، إذا بهم يأتي واحد من الأمريكان البيض، من أمريكان من أصل أوروبي، يقوم بأمشى عمل إرهابي، لأنه لا يستصاغ أنه بسبب نزاع حول باركينج يطلع إلى البيت انت هؤلاء رحمة الله عليهم ويقتلهم بالرصاص في الرأس. يعني كان يريد أنه فهذا عمل إرهابي بأتم معنى الكلمة، وهذا يذيق طبعا هذه وسائل الإعلام التي هي تسيطرة الصهاينة، نقولها بكل صراحة. ولكن مع ذلك المجتمع الأمريكي، داخل المجتمع الأمريكي، بدأ يتعرف، لأن لم يعد احتكار المعلومة في يد هؤلاء الوسائل الإعلام الكبرى، وإنما الوسائل الاجتماعية هذه هي التي سمحت بأن ينتشر هذا الأمر، وخاصة بالنسبة لهؤلاء الشباب الذين كانوا حقيقة مندمجين بأتم معنى الكلمة الأمريكية، حقهم في التدين وحقهم في المساهمة في المجتمع. فهؤلاء كانوا يعني نشطاء في مجموعة الإغاثة، وكانوا إلى آخره، وكانوا متميزين في دراستهم وملتزمين بدينهم، فلذلك يعني ولكن سوف تأخذ مكانها بالتأكيد، إنهم عليهم أن يراجعوا وسائل الإعلام والمجتمع الأمريكي عموما والغربي، يعني أهم من ذلك، عليهم أن يستصيغوا بأن في القرن 21 لا محالة من وجود مجتمعات متنوعة
فعليهم أن يستوعبوا حتى الجالية المسلمة، حتى المسلمين الذين يعيشون داخل هذه المجتمعات، والذي ليسوا غرباء على هذا المجتمع. المسلمين في أمريكا موش من 100 سنة فقط مع الهجرة، جاءوا من منذ زمن بعيد، حتى هنالك من يعود عودتهم، يعني يرجع وجودهم في هذه الديار قبل وجود كولومبوس، قبل مجيء كولومبوس إلى هنا. فإذا الصراع هو هنا، هل هذه المجتمعات الغربية تتقبل التنوع الحقيقي داخل المجتمعات التي يضم كذلك المواطنين ذات الديانة الإسلامية؟ فهذا هو الأمر والصراع الأساسي، ولكن ينبغي علينا في نفس الوقت أن نكون حكيمين. طيب ابقى معنا أستاذ أنور الهدام، أرجو أن تبقى معنا. أتحول بالنقاش إلى سيد نهاد عوض، رئيس مجلس العلاقات الإسلامية بأمريكا. أهلا وسهلا بك أستاذ نهاد. ربما أنتم كجمعيات إسلامية، كيف تنظرون لهذه الجريمة وكيف تعاطت معها وسائل الإعلام، ليس بالحجم الذي تعاطت به مع جرائم أخرى وقعت بحق ربما أمريكيين أيضا كما كان يقول الأستاذ أنور هدام، ولكنهم غير مسلمين؟ نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وصلنا بالأمس هنا إلى مدينة رالي للقاء ومساعدة أسر الضحايا وتقديم أي مساعدة ممكنة لهم، ثم التقينا بالمسؤولين عن التحقيق بمكان رئيس الشرطة والمدعي العام وعمدة المدينة للتأكد من سير إجراءات التحقيق بالاتجاه الصحيح، سيما وأنه تم الإعلان على أن الجريمة وقعت بسبب خلاف على مواقف السيارات، وهذا طبعا شيء مرفوض لأنه لا يمكن تصفية 3 أشخاص بالإعدام الشباب فقط لو كان هناك خلاف على موقف سيارات في أمريكا. وسائل الإعلام لم تهتم بهذه القضية منذ البداية، فيما لو كان الجالية المسلمة لكانت مصدر رئيسي للإخبار والاهتمام الإعلامي والسياسي. نحن عندما أتينا هنا طلبنا وسائل الإعلام وغيرها بالاهتمام، نشعر أنه هناك اهتماما متزايدا، خصوصا أن وسائل التواصل الاجتماعي ضغطت على وسائل الإعلام الرسمية والعامة بأن تهتم بهذه القضية، وكان هناك إحراج لها. الآن نحن على مقربة ساعتين من الجنازة، وسيكون هناك الآلاف من المناصرين، ليس فقط من الجالية المسلمة بل من خارج الجالية المسلمة. على سبيل المثال بالأمس في حرم الجامعة كان هناك آلاف الشباب في الوقت في الجو البارد، والعديد من المسؤولين في وقفة احتجاجية. طيب أستاذ نهاد، ربما لتلافي حصول مثل هذه الجرائم، وقد حصل من قبل حيث تم استهداف في ألمانيا استهداف الناشطة مروة الشربيني أيضا وقتلت بنفس الطريقة، ثم تقريبا كان هناك صمت إعلامي حول هذه الجريمة ربما التي تشبه كل الجرائم التي تقع بحق مدنيين. السؤال الآن، يعني المخابرات الأمريكية تسلط الضوء على المتطرفين كما تسميهم الإسلاميين وترصد ربما تحركاتهم، هذا متطرف ولكن ليس إسلامي، من الجهة الأخرى لماذا لا يقومون أيضا بمتابعة هؤلاء المتطرفين أيضا من الجهة الأخرى من أجل أن يتلافوا حدوث أو حصول مثل هذه الجرائم؟ نعم، نحن هذا مأخذ نأخذه على الإدارة، إدارة الرئيس أوباما، بأنها تسلط الضوء أحيانا في الاتجاه المعاكس. نحن لا ننكر أن هناك مشكلة بين بعض الشباب المسلم المتطرف الذي يريد أن يسافر ويشارك بعمليات عسكرية، لكن هذه المشكلة صغيرة جدا إذا ما قلنا بعدد المسلمين في الولايات المتحدة. ونعتقد أن هناك يعني خلل في موازين السياسة وأولويات السياسة، لكننا أيضا يعني نذكر بأن عدم الاهتمام بهذه القضية هو انعكاس لحالة الإسلاموفوبيا، وهو انعكاس كذلك اضطراب في أولويات السياسة الخارجية في تعاطيها مع قضايا مهمة جدا في المنطقة العربية، أو حتى في كيفية بناء علاقة إيجابية وفعلية عملية مع المسلمين الأمريكيين. نحن لا نشتكي فقط، نحن جزء من الحل، ونحاول أن نكون نقدم العلاج ونكون شركاء في التوجه نحو
المسيرة الصحيحة ببناء علاقات إيجابية، وأن يكون هناك شراكة بين المسلمين الأمريكيين كمواطنين مع الإدارة الأمريكية وصناع القرار. شكرا جزيلا لك أستاذ ناهد عوض، رئيس مجلس علاقات الإسلامية، نشكرك جزيلا. وتحول بسؤالي الأخير ربما في دقيقة أستاذ أنور هدام، كيف ترسم لنا مستقبل الجالية المسلمة في أمريكا وفي الغرب عموما، وكيف ربما تتعامل مع مثل هذه الحوادث، أو كيف يتم تلافيها وضمان عدم حصولها مستقبلا؟ يعني هم يعني عموما لا محالة بأن للمسلمين في الغرب عموما وفي أمريكا خاصة لهم مكانتهم داخل المجتمع الأمريكي المتنوع، وهذا الآن بدأ يستوعبه يعني المجتمع عموما، إلا أن هنالك فئة لا زالت تعارض هذا الاندماج، هذا التنوع داخل المجتمع الأمريكي الذي يستوعب فيه المسلمين، وهذا صراع قائم، ولكن علينا أن ننتبه، لأن وسائل الإعلام والإعلام مهم جدا، ينبغي أن نكون حكيمين في الطرح الموضوع حتى لا نقع في تلاعب هذه الفئة التي ترفض هذا الاستيعاب المسلمين داخل المجتمعات، لأننا لا محالة وفي جميع المجتمع، حتى نحن عندنا في البلدان المسلمة أصبحت مجتمعاتنا متنوعة، فلا بد أن تكون لنا ثقافة جديدة، ثقافة تقوم على المواطنة، ثقافة تقوم على استيعاب الجميع وحق الجميع في المواطنة، وهنالك خير كبير. أنا أقول أنا متفائل حقيقة بأن مكانة المسلمين في أمريكا وفي الغرب بدأت يعني تأخذ مكانة. شكرا جزيلا دكتور أنور هدام، وسعيدة بأن أختم البرنامج بهذا التفاؤل. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم واهتمامكم، وإلى اللقاء.